حياكم الله مجددا في أهلا كالعادة. الأبطال السعوديين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف شرفوا المملكة العربية السعودية، رفعوا علم الوطن، رفعوا اسمه، رفعوا من القيمة العلمية العالية اليوم اللي جالسة السعودية تصدرها بشكل عالي جدا، رفعوا من قيمة العقول السعودية العلمية التي تبتكر وتخترع وتقدم المشروعات في كل مجالات العلوم بامتياز. في كل عام نحتفي بمجموعة كبيرة من الفائزين في هذا المجال. أصبحت آيسف محطة سعودية علمية عالمية ثابتة، في كل عام نضع فيها بصمتنا في اقتدار. اللي يختلف ما بين عام وعام إننا دائما نتطور، نتقدم، نحصد جوائز أعلى. هذا العام كان عدد الجوائز وعدد الفائزين وما حاز عليه الطلاب والطالبات السعوديين كان تاريخي وغير مسبوق. نتحدث عن 27 جائزة، 23 جائزة كبرى وأربع جوائز خاصة. شكرا لكل بطل من هؤلاء الأبطال شرفونا ورفعوا اسم المملكة عاليا في مثل هذا المحفل. شكرا لمعلميهم، لآبائهم، لأمهاتهم، لكل من يدعمهم، لأنه حقيقة نحن أمام عقول سعودية قادرة على قيادة المستقبل العلمي بكل نجاح. اليوم في هلا نتشرف باستضافة مجموعة منهم. اسمحوا لي أن أرحب هنا في الاستديو بالبطلة السعودية فجر بنت عبد المجيد الخليفي. وفجر حصلت على المركز الثالث في مجال الطاقة في آيسف 2023. فجر، شرفت البلد أولا وشرفتينا في هلا. والله شرف لي أني أكون موجودة هنا. اسمحوا لي أيضا أن أرحب بالبطلة السعودية هنادي عريف، وحصلت على المركز الرابع في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، واللي تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة. هنادي ألف مبروك، شرفتينا. أهلا وسهلا. الصراحة شكرا لاستضافتكم، حقيقي لي الشرف أني أكون معكم اليوم. هذا واجبنا والشرف لنا أنه نحتفي بهذا المنجز. أبدأ معك فجر، كلمينا عن مشروعك اللي شاركتي فيه بالتفصيل. طيب، أولا مشروعي في مجال الطاقة والتصاميم المستدامة. مشروعي بداية كان إلهام من برنامج الاستمطار اللي بدأ في السعودية. طبعا برنامج الاستمطار يوافق رؤية 2030، وفي الصيف الماضي لما كنت أشتغل على البحث لاحظنا أن في أمطار في الرياض في وقت الصيف، يعتبر شيء معجزة تقريبا. فكانت الفكرة كيف أني أقدر أستفيد من هذه الأمطار طريقة أني أنتج منها طاقة متجددة. فبديت بتصميم جهاز ممكن أنه يأخذ هذه ضربة الأمطار هذه ويحولها إلى طاقة نظيفة. مع التطور لاحظت أن ما حد راح يروح يشيل منطقة كاملة من الخلايا الشمسية ويحط هذه الأجهزة بدالها، لأن الأمطار مو شيء نضمنه طول الوقت. فكانت الفكرة الأخيرة أن أصمم نظام هجين يكون تصميمه هندسي بشكل يكون فيه خلايا شمسية وبرضو الأجهزة هذه اللي تستجيب للمطر. فكان الجهاز الأخير يستجيب للمطر ويستجيب لحرارة الشمس وبرضو يستجيب لضوء الشمس في نفس الوقت، بحيث أنه يحولها كاملة إلى طاقة نظيفة. بالضبط، وطاقة متجددة الحمد لله. ما شاء الله. طيب، هذا المشروع الآن إلى وين واصل؟ وصل الحمد لله إلى التصميم النهائي. طبعا إحنا الحين عندنا خيارين، يعني أن نكمل بحث فيه أو أننا نكمل على ما يقولون commercializing، نطلع كتطبيق أو كمنتج نهائي. فبكل الحالتين الحمد لله يعني راح يكون عندنا توفيق من الله. جميل، فخورين جدا فجر. هنادي أروح لك، شرفتينا ونورتينا. ياليت تكلمينا عن مشروعك بالتفصيل أيضا. نور نوركم، الله يسعدك. تمام، زي ما بتلاحظ أنه كلنا معظمنا أبحاثنا بتركز كيف ممكن أنها تحقق رؤية 2030. بالنسبة لي بحثي كان يهدف لي على ركيزتين اللي هي صحة أفضل وحياة أطول، عشان نستثمر في الشعب السعودي ونرفع اقتصاد المملكة. فأنا بحثي باختصار عبارة عن تطوير الأدوية على شكل أقراص قابلة للمضغ بأشكال جذابة وطعم يعني مستساغ، بحيث أنها تسهل على كبار السن تناولها. طبعا تم هذا الشيء عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، بأننا كنا نجيب الأدوية اللي هي البيور ونبدأ نخلطها مع المكونات الأساسية للأقراص القابلة للمضغ، وندخل التصميم اللي احنا نحابين كيف يكون يتخذوا شكل الدواء وندخله على الطابعة وتبدأ تطبع لنا الدواء.
طيب هذا 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 بحيث يعني يكون اسهل. نعم هذا هنادي سيؤدي الى ايش بالضبط؟ يعني الى تقبل العلاج ولا الى فاعليه اكثر له؟ ايش بالضبط يعني هدف المشروع؟ بداية الركيزة الأساسية كانت أنه نخلي الكبار السن يعيشوا حياة أفضل بحيث أنهم ما يتعبوا وهم بياخذوا أدويتهم الكثيرة. أنا عن طريق هذه التقنية بإمكاني أني أدمج أكثر من دواء في حبة واحدة بحيث أنه المريض أو مجرد ما يأخذها ما يحتاج يكرر عملية تناول الأدوية خلال اليوم. عظيم جدا. وبهذا وين وصل المشروع؟ بهذه الطريقة حاليا نحن في مرحلة تأكد من كفاءة القرص المطبوع بحيث انه هل بيعطي فعالية مثل الدواء الأصلي او لا، لكن حسب الدراسات انه الأدوية المطبوعة ثلاثية الأبعاد الفعالية حقتها بتكون اعلى. بتكون اعلى؟ اي اعلى واسرع. يا سلام، يعني احنا استفدنا انه يعني تجمع الادويه في قرص واحد بدل ما تكون اكثر، وانه تعطي فعاليه يعني اسرع واقوى. نعم صحيح، وما تساعد فقط كبار السن، كل الاعمار حتى الاطفال، يعني مجرد ما يشوفوا شكل جذاب للدواء ما حيرفضوا انهم ياخذوه، بالعكس يعني حيزيد قابليتهم واستمراريتهم على الادويه. هنادي، كم استغرق معك الوقت في البحث في هذا المشروع الين وصلتي الى هذه النتائج؟ تقريبا بدات من صيف 2022، نقدر نقول اوغست، وحاليا حكمل 10 او 11 شهر. جميل. طيب بسالك سؤال ونفس السؤال بتقاسمه مع فجر، قبل ما تعلن النتيجه النهائيه ايش كانت توقعاتك؟ حقيقه بالنسبه لي كنت يعني متوقعه ومتفائله خير، لاني انا اعطيت افضل ما عندي، فان شاء الله يعني، والتعب اللي تعبته ما كان قليل، فانا كنت متاكده انه ربنا حيعطيني الجزاء اللي استحقه، فالحمد لله جدا سعيده بالنتيجه اللي وصلت لها. الحمد لله والف مبروك. بس انبه المشاهدين والمشاهدات انه الصور اللي جالسين تشوفونها او الفيديوهات هذه من لحظات ولقطات اعلان النتائج واحتفاء ابطالنا الفائزين مع عائلاتهم ومع فريق العمل الموجود معهم ومع يعني كل الحاضرين، بصراحه لقطات ملهمه جدا وجميله. فجر نفس السؤال، لما المشروع موجود تكلمتي امام لجنه التحكيم، شرحتي مشروعك بالكامل، بصراحه ايش كان التوقعات قبل إعلان النتيجة؟ صراحة كان يخوف شوي، لأن خصوصا في مجال الطاقة احنا تقريبا نعتبر أكثر مجال كان فيه سعوديين، كان فيه 5 سعوديين في المجال هذا. أنا كنت متوقع الحمد لله أن أحد مننا بيفوز، يعني الأداء كان جميل جدا، كان كل المحكمين يجون يثنون على مشاريع السعودية في هالمجال خصوصا. فوقت إعلان النتائج كنا بس ندعي أن أحد يطلع من الطاقة، والحمد لله اسمي طلع اول اسم من الفائزين، وبعدها الحمد لله كلنا الخمسه فزنا في المجال هذا، وهذا مثل ما قال واحد من الزملاء عندنا، وي ميد هيستوري، اول مره 5 طلاب سعوديين يفوزون بنفس المجال، تاريخي. طيب انا سالتك عن التوقعات قبل لحظه الاعلان، كيف كان شعورك؟ شعور ما يوصف طبعا، تعتبر لحظه مضحكه شوي، لان الاعلان بايسف يكون اعلان المدينه قبل الاسم، فيقولون مثلا فروم رياض، احنا في هالمجال في 2 من الرياض، فكلنا وقفنا ما نعرف مين اللي فايزه، فاخذنا لحظات شوي مبسوطين ما ندري مين اللي فايز بالضبط، بعدين قالوا الاسم ففرحت، وما اذكر صراحه اللحظه من المقعد نفسه الى وصولي المسرح، هذه اللحظه انا من الفرحه ما اذكرها اساسا، لكن اللي اذكر اني ركضت ويعني وصلت المسرح الحمد لله. جميل. وحققت الحلم، والى نجاحات اكبر يا إن شاء رب. الله. هنادي، أنا على قناعة أنه كل طالب أو طالبة مبدع أو مبدعة ويتميزون في مجال وراهم معلم أو معلمة من الناس اللي حفزوهم لدخول هذا المجال والإكمال فيه. إذا كان هذه القناعة تشوفين أنها صحيحة وصارت معك، مين من معلماتك اللي كان لها الدور ولا أثر بارز في أنك تتجهين إلى هذا المجال العلمي وتبدين تبحثين فيه؟ حقيقة لو أبى أذكر كل اللي شجعوني ما حنخلص اليوم، لكن بشكل خاص يعني أقدر أقول إنه أخواتي كانوا هم دافعي الأول دائما إني أكمل في هذه الرحلة، فالحمد لله، وما أنكر فضل المعلمات، الإدارة والدكاترة تحديدا اللي كانوا يشتغلوا معي على هذا البحث، والمهندس،
فجزاهم الله خير الجزاء، وموهبة طبعاً هي كانت دائماً تشجعنا عشان نكمل ونوصل لهذه المرحلة ونمثل المملكة بأفضل صورة. الحمد لله شرفتونا ومثلتوها خير تمثيل. هنادي قبل ما أودعك، إذا لك رسالة أخيرة لمين توجهيها وإيش تقولين فيها؟ رسالتي الأخيرة حتكون للطلاب اللي ودهم إنهم يجربوا هذه التجربة أو يخوضوها، اعرفوا إنكم أنتم ما حتوصلوا لهذا المكان إلا عشان ربنا عارف إنكم حتقدروا تكملوا في هذا الطريق. أي إحباطات أي مثبطات تجيكم في نص مرحلة شغلكم هذه ما إلا عقبات تزيدكم قوة للمرحلة الجاية عشان تكونوا من جد في أبهى صورة وأبهى حل وأبهى حلة. جميل هنادي، والله إحنا كلنا بنستفيد من هذه الرسالة. تفضلي قولي كملي. الله يسعدك يا رب. يعني دائما أنا أشوف إنه ربنا ما يختار لمعاركه إلا أقوى جنوده، فكونك وصلت لهذه المرحلة تعطيك الشرف الكافي إنك هنا. شكرا لك هنادي، بالتوفيق لك، التهنئة لك ولعائلتك ولمعلماتك جميعا ولكل من يدعم هذه المواهب السعودية. فجر أيضا، مين المعلمة أو الشخص اللي كان موجود في محيطك كان له الأثر البالغ أنك تتجهي إلى مجال الطاقة، أنك تحبي هذا المجال وتبحثي فيه؟ مثل ما قالت زميلتي هنادي، لو بذكر أسامي ما راح أخلص، لكن أكيد إنه في مثلا معلمة، إنه في أخت، إنه في شخص قريب منك كان له الأثر الكبير اللي أشعل شرارة إنه فجر تتجه لهذا المجال. إيه نعم، ممكن أذكر أهالي أولا، أمي وأبوي طبعا ما قصروا، عارفين دائما إني أنا أحب العلم ودائما يوجهوني في المجال. لكن بشكل خاص ممكن أقول مشرف البحثي اللي هو دكتور عدنان زمان، طبعا حضر معي شغل البحث من الأول للنهاية، من كل العثرات اللي واجهناها صراحة، واجهتنا عثرات كثيرة لدرجة كنا بنوقف البحث في مواقف كثيرة، بعض المواد ما كانت عندنا، معامل، أجهزة كثيرة ما قدرنا يعني نوصل لها، لكن الحمد لله كان دائما يحفزني، كان دائما يجيب لي حلول، كنا دائما نبحث مع بعض، وبأي وقت احتاجت أني أسأل أي سؤال الحمد لله كان موجود. إلى لحظة وصولي الآيسف كان معنا هناك الحمد لله. من محيط العائلة القريب يعني؟ القرباء ممكن أقول أمي وأبوي، طبعا أبوي الحمد لله بطل عالمي، فدائما كنت أشوفه وأحتذي فيه، فحبيت أني هالمرة أنا اللي أكون البطل. بطل عالمي في أي مجال؟ في مجال الراليات الحمد لله. ما شاء الله، يلا اجتمعت الراليات والطاقة. الله يكثر نجاحاتكم يا رب. إذا لك رسالة أخيرة فجر لمين حابة تقولينها وش تقولين فيها؟ ممكن تكون رسالتين، الأولى لسمو سيدي صاحب خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، إن هذا نجاحاتنا الأولى بإذن الله والقادم أفضل، ويشوفون إن شاء الله بالمستقبل نجاحات أكثر وأكثر وإنجازات أكثر وأكثر يا رب. الرسالة الثانية بتكون للطلبة اللي حابين يشاركون في آيسف في السنوات الجاية، شاركوا وانتم داخلين بنية توصيل العلم أو رسالة أنكم توصلون أن في السعودية في طاقات وليس بنية الفوز فقط، لأن أنت أساساً رايح بس توري المحكمين والناس هناك أن السعودية قادرة أنها توصل لأماكن قوية، فالفوز يجي من الله مع النية الصالحة، فخلي الفوز على جنب وركزوا بالعلم نفسه يا رب. أخيراً رسالة ثالثة أنا بطلبها منك، يمكن المشاهدين ما يشوفون ولا يعرفون أنه في كواليس الحلقة هذه موجود أخوك معك وداعم لك ومهتم وحاضر وفخور، يعني واضح ملامح الفخر فيه، إيش تقولي له؟ والله ما قصر يعني الحمد لله، صح أنه أصغر مني بكثير بس كان داعم كبير لي وكان أخ كبير لي صراحة، كان معي بالرحلة من بدايتها لنهايتها، وكان وده يحضر معي هناك بس ما ربي كتب، بس الحمد لله أول ما رجعنا من المطار كان هو أول المستقبلين لي. جميل، خلينا نشكره بالاسم، وش اسمه؟ طبعا فزاع الخليفي. فزاع أنعم وأكرم، شكرا لك فجر. إن شاء الله نشوفه في المستقبل هو مكاني هنا يا رب، كلكم نستضيفكم في يوم من الأيام وكل واحد منكم حاصل على جائزة بإذن الله تعالى. بإذن الله. شكرا لك فجر. شكرا لفجر عبد المجيد الخليفي، شكرا لهنادي عريف، شكرا لفزاع الخليفي أيضا اللي حاضر معنا اليوم. حقيقة أنه يعني استمعنا إلى مشروعات عملاقة جدا
كان واحد من المشروعات اللي كان الملهم له فكرة الاستمطار وتحويل كل هذه الأشياء بالشمس بغيرها إلى طاقة نظيفة، ومشروع ثاني للأدوية وتحسينها ودمجها، مشروعات عملاقة غير المشروعات وغير الحديث عن المشروعات. في نقطة دائما أذكرها واليوم تتأكد هذه النقطة ولازم أذكرها وأكررها، لاحظوا المستوى العالي ما شاء الله من الثقافة واللباقة وحسن الحديث اللي جالسين الأبطال والفائزين يعرضون في مشروعاتهم. ترى احنا نتكلم عن أعمار بسيطة ويعني تقريبا أقل من 18 سنة. عفوا فجر، أنت في أي مرحلة دراسية؟ ثالث ثانوي. عندك فكرة إذا هنادي في أي مرحلة؟ على ما أظن ثالث ثانوي. في ثالث ثانوي، يعني احنا نتكلم عن أعمار مبكرة جدا وعقول تتحدث بمثل هذه المشروعات وبمثل هذه الطلاقة والجمال. الله يحفظهم ويكثر نجاحاتهم ويكون المستقبل السعودي العلمي قائم ومشرق بأمثالهم. هل انتهينا؟ لا، بعد الفاصل بنستقبل أبطال آخرين. حياكم الله مجددا في يا هلا، ما زلنا نستمر معكم في استقبال أبطال السعودية الفائزين في آيسف 2023. آيسف هو المعرض الدولي للعلوم والهندسة. أكرر أن السعودية والطلاب والطالبات السعوديين استطاعوا أن يعودوا ب 27 جائزة، 23 جائزة كبرى وأربع جوائز خاصة. قبل الفاصل كانت معنا البطلة فجر الخليفي والبطلة هنادي عريف، الآن اسمحوا لي أن أستقبل البطل السعودي وسام فهد القرشي الحاصل على المركز الثاني في مجال الهندسة الطبية والحيوية واللي ينضم إلي من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية. وسام مساء الخير، ألف مبروك لك هذا الفوز وهذا التتويج وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي مفرح. أهلا وسهلا. أيضا اسمحوا لي أن أرحب عبر السكايب بالبطلة السعودية تهاني أحمد وهي الفائزة بالمركز الرابع في مجال علم المواد. تهاني شرفت البلد وشرفتينا وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. شرف لي، جزاكم الله خير للدعوة. أهلا وسهلا. وسام أبدأ معك، حدثنا عن مشروعك الفائز بالتفصيل. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على السؤال. مشروعي هو عبارة عن إنتاج خلايا بكتيريا مزالة الكروموزومات. طبعا إزالة الكروموزومات تؤدي إلى منع التكاثر للبكتيريا، ولكن تحافظ على بعض العمليات المهمة داخل الخلية مثل إنتاج البروتينات، مما يؤدي إلى استخدام البكتيريا داخل جسم الإنسان كوسيلة لإيصال الأدوية بطريقة مباشرة ومستهدفة، مما يقلل من الآثار الجانبية. جميل. هذا المشروع متى بدأت العمل عليه؟ بدأت العمل على المشروع تقريبا قبل سنة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. إلى وين وصل المشروع الآن؟ حاليا احنا يعني او انا وصلت في مرحلة المشروع الى انتاج هذه الخلايا التي لا تحتوي على الكروموزومات، ولكن الى الان لم انتج بروتينات باستخدام هذه الخلايا، ولم اقوم بالتجارب داخل فيران او داخل اي عيادات. طيب تهاني، اعود لك واكرر لك التهنئة، حدثينا عن مشروعك الفائز ايش كان بالتفصيل؟ مشروعي عبارة عن ابتكار زي الغشاء أو الممبرين يعمل كفلتر عشان أعالج الموية الملوثة بالنفط من بعد، حيث أنه يقدر يفصل النفط عن الموية بكفاءة عالية، بحيث أن هذا الغشاء اللي ابتكرتها تنظف نفسها في خلال هذه العملية. جميل. ومتى بدأت العمل على المشروع؟ تقريبا بديت من عام اللي هو سبتمبر 2022 وسويت الشغل هذا في جامعة البترول والمعادن. الى وين وصل الان؟ هو قدرت اني ابتكر هذا الغشاء حيث انها تكون عندها كفاءة 99.8 في فصل الزيت على النفط او الموية على النفط، والحين ان شاء الله راح اكمل الشغل مع الدكتور غونداي والدكتور عمير في جامعة البترول، راح اكمل على هذا المشروع باذن الله. جميل، بالتوفيق يا رب. وسام ودنا نعرف قصة الفوز الان من بداية الاختيار والمشاركة الى لحظة اعلان النتيجة. ممتاز. حقيقة أخوي مفرح الوالد والوالدة يعملون الله يحفظهم في المجال الطبي، فوجودي في هذا المحيط الطبي منذ الصغر نمى لدي شغف تجاه المجالات الطبية ومنها مجال الهندسة الطبية. طبعا هذا المجال يعتبر مجال جديد نوعا ما في المجالات الهندسية،
ويعتبر أيضا من أصعب المجالات في المنافسات العالمية بسبب تشعب أفكاره والمنافسة الشرسة الموجودة في هذا المجال. ولكن يعني يهدف الهندسة أو تهدف الهندسة الطبية بشكل عام إلى دراسة الأمراض التي يواجهها جسم الإنسان وتوفير سبل الوقاية وعلاجات بديلة لها. فخلال تطوعي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شفت الأطفال اللي يعانون من السرطان الله يكفينا شر المرض هذا، واستوعبت فعلا يعني سلبيات العلاجات حاليا المتاحة للسرطان، وبدأت فكرة إيصال الأدوية بطرق مباشرة للتقليل من هذه الأضرار الجانبية. وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تبنت هذه الفكرة ووفرت لي الموارد البشرية وأيضا المواد المطلوبة. طيب لما شاركت وعرضت المشروع ووقفت أمام لجنة التحكيم، هل كنت تتوقع قبل إعلان النتيجة أنه ستحصد المركز الثاني؟ الحمد لله كنت أنا متوقع أني أفوز المركز الأول للأمانة. لأنه العمل هذا مو نتاج دعم شخص واحد بل نتاج كوكبة من الدعم. طبعا أولا هذا بتوفيق رب العالمين، أنا دعيت ودعيت طلبت المركز الأول الحمد لله. ثانيا دعم الوالد والوالد المستمر الله يحفظهم، ودعم الحكومة الرشيدة على رأسها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الممثلة في موهبة اللي حقيقة خلال المشوار ما قصرت معانا. يعني المشرفين الموجودين بموهبة ما تفانوا عن تقديم المشورة والمساعدة خلال هذا المشوار الطويل لتطوير أبحاثنا، والمساعدة والمشورة هذه ليست موجودة عند باقي الطلبة اللي شاركوا من دول أخرى. نعم. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب تهاني كنت من الفوز بالمركز الثاني يا رب، وعقبال المركز الأول ومراكز كثير علمية قادمة بإذن الله. تهاني أعرف مني قصة الفوز بداية من السفر إلى وصولكم، عرض المشروع أمام اللجنة وإعلان النتيجة. وبصراحة قصتي مع موهبة، قصتي مع البحث العلمي قصة طويلة، بدأت منذ الفترة الابتدائية، المرحلة الابتدائية. ولكن قصتي مع ISF بالذات بدأت في ثالث متوسط اللي كانت عام 2021، حيث أن الشخص يتأهل إلى مسابقة ISF من خلال مسابقة إبداع المقدمة من مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع. موهبة أنا شاركت لثلاث سنوات في إبداع. السنة الأولى كان في إبداع 2021 ووصلت للمرحلة النهائية، ولكن لن أتأهل إلى ISF نفسه. السنة الثانية اللي كانت في إبداع 2022 حصلت على المركز الرابع في إبداع، والحمد لله تأهلت إلى ISF 2022 وحصلت على المركز الثالث عالميا في مجال علم المواد اللي هي السنة اللي فاتت. هذه السنة أيضا قررت أني أشارك مرة ثالثة في مسابقة إبداع، ولله الحمد حصلت في المركز الرابع أيضا في مسابقة إبداع. ولما تأهلت لISF في نفس المجال مجال علم المواد قدرت أني أحصل على المركز الرابع أيضا هذه السنة. فهذا الشيء يعني أتوقع أنه هو نتيجة أولاً لتوفيق الله، ثم بسبب دعم كل أحد ساعدني في خلال هذه المسيرة. حابة أذكر بالذات أهلي، أمي أبوي، اللي دائماً لو ينصحوني بشيء كانوا ينصحوني بشيء واحد اللي هي المبادرة. وصراحة هذا هو الشيء اللي أنا أبغى أنصح كل أحد يمكن يسمع نصيحتي، أن المبادرة من أهم الأشياء يمكن أو من أهم الصفات اللي يمكن يكون عند الإنسان. لأن الشخص ما يعرف إيش يكون الـ opportunity أو الأشياء اللي قدامه قد راح يفيده لين ما يجربها. فدائما المبادرة شيء حلوة، أنه لو جاء قدامك فرصة لازم تجرب، تعرف أن يعني إذا تقدر تحقق الشيء أو لا. فهذا شيء أنصح الكل فيه. جميل، تهاني شكرا حقيقة لك، نكرر لك التهنئة، الله يحفظ لك عائلتك ومبروك هذا الفوز. الكلمة الأخيرة عندك وسام، يعني إيش حاب تقول فيها والمين توجهها؟ حاب أوجه رسالة للشباب حقيقة، واللي هي إذا واجهتك أي تحديات وصعوبات ستواجهها لا محالة، تذكر كلام سمو سيدي واللي هو أنه همة السعودي مثل جبل طويق ولن تنكسر إلا إذا تساوى الجبل بالأرض. فأنصحكم جميعا أولا بالمثابرة، الإصرار، علو الهمة، وعدم الخوف من الفشل. فالفشل فقط وسيلة للنجاح، والنجاح لي في السعي للطموح، وملكتنا طموحة بينا نحن الشباب.
جميل يا وسام، رسالة مثقفة جدا وجميلة، ويعني تدل وتبرهن حقيقة على اليوم الأبعاد الفكرية والثقافية لكل أبطالنا. شكرا لوسام القرشي، شكرا لتهاني أحمد، شكرا قبلهم لهنادي عريف وفجر الخليفي، شكرا لكل الأبطال الذين فازوا في آيسف 2023. طلابنا وطالباتنا مثلونا خير تمثيل، شرفونا كالعادة، رفعوا اسم بلدهم في واحد من أكبر المحافل العلمية العالمية. الشكر الأكبر أيضا لموهبة هذه المؤسسة العريقة الكبيرة اللي اليوم تحتوي المواهب وتقدمهم، شكر لهم على كل ما يقدمونه، وشكر خاص على تعاونهم وتجاوبهم ومد جسور التواصل مع برنامج يا هلا دائما وأبدا، ليست المرة الأولى ولا الثانية، وإن شاء الله تستمر ولن تكون الأخيرة. شكر خاص أيضا للأستاذ ماجد الكناني اللي كان معنا في التنسيق وفي الترتيب وفي المتابعة أولا بأول، رغم ظروف السفر والتعب والرحلة الطويلة جدا ما بين أمريكا والسعودية. شكرا له ولكل الأبطال الفائزين، والله يديم هذه النجاحات علينا. بنروح إلى فاصل ثالث في حلقتنا أو رابع وبعده ألقاكم.